وزارة المالية نظمت ملتقى الميزانية العامة للدولة الأول 2024، حيث تم توجيه كافة التصورات حول الإصلاحات المالية والاقتصادية. أهدافنا اليوم أكيد لقائنا مع كافة الجهات الحكومية لإحاطتهم بالوضع المالي للدولة وأهداف الاستدامة المالية، وكذلك رؤيتنا للإصلاحات الاقتصادية القادمة وإعدادهم لمشروع الميزانية 2025-2026 وأهمية حصافة إعداد مشروع الميزانية وكذلك الترشيد في الإنفاق وكفاءة الإنفاق وتعظيم الإيرادات الغير نفطية، وكيف ممكن أن يكون في تعاون بين الجهات. هناك مبادرات إن شاء الله ستقدم من وزارة المالية وكافة الجهات الحكومية اللي نعتبرها جهات إيرادية وتستطيع أنها تحقق إيرادات من خلال اختصاصها ومن خلال ما تملكه من أصول وغيرها من الاستثمارات والصناديق. لذلك احنا نعتقد ان دولة الكويت تأخرت في تعظيم هذا البند بسبب الوفرة المالية الناتجة عن وجود الإيرادات النفطية والفوائض في السنوات السابقة. ما ذكر معالي الوزير في مسألة تثبيت سقف الميزانية هي لدعوة الجهات الحكومية انها تعيد اولوياتها وكيفية آليات الصرف ومعالجة مواطن الهدر. الملتقى يحمل أهداف عديدة تتمثل تحقيق الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل الحكومي وتعزيز الأداء المالي الحكومي وإدارة المالية العامة. احنا نطمح إلى تعاون الجهات، هذا الهدف الرئيسي، تعاون الجهات الحكومية لإصلاح مصروفات الميزانية العامة للدولة وترشيدها وتنمية الإيرادات. احنا الدولة مقبلة على إصلاح مالي شامل لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات لاستدامة المالية العامة للدولة، وهالشيء لازم قبل لا نبدأ بالمواطنين نبدأ بنفسنا، إصلاحنا ذاتيا داخل مؤسسات الدولة، نصلح المصروفات، نرشدها بحيث أنها تكون فعلا وفق المستحق. وتبرز أهداف الملتقى من جوانب عديدة، أبرزها إعداد ميزانية السنة المالية 2025-2026 ومعالجة ملاحظات الجهات الرقابية، بالإضافة إلى التحديات في إدارة السيولة وانخفاض الاحتياطي العام. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.